ما حضر لك مفاجأة في البرنامج، مستعد؟ اتفضل يا سيدي. وانت معانا هنبص على الشاشة، حضرتك ماشي اتفرج، ماشي في جاي لك رسائل ماشي من يا ناس كابتن. انت بتحبها، مش هقول لك ماشي مين، هسيبها على الشاشة. اتفضل ماشي سارة، ماشي يا كابتن. اتفضلي. كابتن شادي محمد واحد من اهم اللاعبين والاعلاميين اللي جم في تاريخ الكرة المصرية، انا بحييك ودايما دايما بحترمك ودايما ببقى سعيد وانا متواجد معاك، لانك فعلا قيمة وقامة كبيرة جدا جدا. بهنيك على برنامج اوضة اللبس، ان شاء الله دايما مزيد من النجاح والتألق والنجوم اللي انت دايما بتجيبها على اعلى مستوى. التوفيق لك يا حبيبي اخويا وعشرة السنين. كابتن ربيع ياسين تحياتي لحضرتك النهارده، اكيد انا سعيد بتواجد حضرتك النهارده مع كابتن شادي محمد. هنشوف كواليس كتير، وانا عارف ان شادي هيزنقك على كرسي الاعتراف، فخلي بالك من شادي، خلي بالك من شادي. انت كنت لعيب جامد وهتفضل طول عمرك تاريخ يا كابتن ربيع. طبعا يا كابتن ربيع، ودايما كده متالق، وان شاء الله بالتوفيق باذن الله مع فرقه بتروجيت، ونشوفك ان شاء الله في الدوري الممتاز، ونتفرج ونستمتع معاك في الحلقه مع كابتن شادي محمد باذن الله. كابتن ربيع ياسين، كابتن مصر وكابتن النادي الاهلي واخويا وحبيبي، كل التدعيم ليك وما شاء الله، يعني مش محتاج انت اي تدعيم. مدرب 10 على 10، باذن الله نشوفك قريب جدا في احسن ساحه رياضيه. منور الدنيا يا كابتن ربيع. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي ليكوا، كل سنه وانتم طيبين. كابتن شادي الف مليون مبروك، يا رب دايما تبقى عوده موفقه. انا مبسوط جدا ان انت رجعت لبيتك وللاعلام اللي انت متالق فيه بشكل كبير. طبعا احنا هنا في اوضه اللبس وعشرة اهو يعني، وانت اوضه اللبس ربنا يكرمك ان شاء الله، انت واخد برنامج كبير وقناه كبيره، ومبروك لقناه النهار انضمام شادي محمد، وان شاء الله باذن الله تكسر الدنيا كعادتك طبعا العادي بتاعك. اتمنى لك كل توفيق يا شادي. كابتن ربيع طبعا يعني معاك واحد من احسن الناس اللي الواحد يتعامل معاها، شخصيه محترمه جدا. كان ليا الشرف ان انا زميلت الكابتن ربيع وانا لسه ناشئ صغير طالع درجه اولى، كان دايما بيديني نصايح ودايما يعني دايما بيقول لي اعمل ايه في الملعب. نجم كبير وشخصيه محترمه جدا، بتمنى لك التوفيق يا كابتن ربيع طبعا، لكن مش في الصعود، الصعود زد انت عارف، لكن يعني لو مش زد هبقى مبسوط لك كابتن ربيع طبعا. ربنا يوفقك ويكرمك، انت مدرب كبير وقيمه كبيره، وكل سنه وانتم طيبين. كابتن ربيع انت عارف انا بعزك وبحبك قد ايه، بس انا جنرال فرقه الشمس يا حجوجه. ثواني. يا كابتن فهمي، كل سنه وانت طيب يا كابتن ربيع، ومنور وحشنا وحشنا، منتظرينك هنا. خلاص فرقه الظلم انتهت، بنكسب. لا اوعى حجوجه، لا بنكسب. الظلم هيزيد، الظلم هيزيد. قد ايه النجوم فرقه الشمس بيحبوك جدا، ودي رساله ليهم يعني، وعايز تقول لهم ايه؟ انا فرقه الشمس بلعب فيها كابتن شادي، وانا بلعب في الفريق الاول من الثمانينات، كنت بقى دايما ابص عليه يقول لي ما تيجي يا كابتن تمرين معانا. كان الملعب مكان الصاله المغطاه الاولى دي، ومن من 92 لما اعتزلت منتظم معاهم. ما انت عارف ان بيت النادي الاهلي، انا كل حياتي في النادي الاهلي، ما اعرفش اقعد غير في النادي الاهلي، ما اعرفش اقعد يعني. خد بالك قعدتي حتى لما يجي لي ضيف في النادي الاهلي، وانت عارف ان فرقه الشمس بالنسبه لي 3 ايام في الاسبوع، وبروح كل خميس يعني حياتي كله في النادي الاهلي. فوحشوني واديني فتره عشان انا مش طبعا انت عارف بتروجيت واخده كل وقتي وكل شغلي وكل ما املك ليه، لان بحاول اكون مخلص المكان وبشتغل عشان برضو المهمه مش سهله ابدا. لكن هم وحشوني طبعا، والكابتن بكر ده اخويا وكلهم اخواتي، بشكره طبعا، وبشكر شريف وبشكر ياسر وبشكر وليد وبشكر هشام وبشكر ياسر، كلهم اخواتي. كابتن مختار مختار وكابتن مختار كلهم كلهم كانوا موجودين، نفسي ارجع لهم. بس ما كل وقتي يوم الخميس ده يعني بيبقى عندي معسكر عشان ماتش الجمعه، وبعدين من السبت للخميس. فانا بشكرهم طبعا، ودول اخواتي وحبايبي اللي منعني ان انا بس شغلي بس، مش انا بحبهم جدا واحترمهم واقدرهم، وان شاء الله هرجع لك يا بكر باذن الله عشان الظلم، وهرجع لك يا زكريا، وهرجع لك وهرجع لكم واخد الصفاره واكسبكم ان شاء الله.